انا ما بحبش يا جدعان الفيديوهات اللي فيها صانع كده ده. انا مليش في الجو ده. تمام. ديسكورد نيترو ببلاش 3 شهور، هو مش عارف لحد امتى، بس هنشوف لحد امتى. لحد يوم 24. تمام، يعني الحوار ده شغال لحد يوم 24، بعد كده خلاص. يعني الفيديو ده مش هيبقى له اي ستيل لازمة. تمام. في كل اللي احنا هنحتاجه ان انت هتدخل تحمل كل اللي انت هتحتاجه ان انت هتدخل تحمل ايبك جيمز، تدخل على جوجل تكتب ايبك جيمز، انا هحط لكم لينك التحميل تحت. تمام، هتدوس على دي هيتحمل معاك، بس انا طبعا حملته قبل كده فانا مش محتاج ان انا احمله تاني. انا على فكرة يا جدعان في فيديوهات كتير اوي بتشرح، بس انا حسيت ان انا تهت في النص، فانا هشرح بطريقة اللي مفيش خالص هيفهم. طب هتيجي تقول لي طب انا ما فهمتش، يعني انت كده حرفيا عندك مشكلة. يعني بعد الشرح ده لو انت ما فهمتش انت عندك مشكلة. تمام، كلام ليك عليه انت ومايكل وهوجن. تمام، يعني انت لو ما فهمتش بعد الفيديو ده خلاص كده انت تروح تنتحر. بعد ما تنزل ايبك جيمز وتطبه هيبان لك على الهيئة دي، هتروح دايس هنا عشان تعمل اكونت جديد، هتدخل اسمك لاست نيم تمام. هنا بقى هتدخل ايميل، ولازم يكون الايميل شغال عشان هيجي لك عليه رسالة. ندخل نعمل اكونت جديد. طبعا انا هنسرع الحتة دي، انت اكيد عارف هتعمل ياهو ازاي. ما تقنعنيش ان انت معكش ياهو، يعني انت كده مفيش خالص. طبعا بعد ما تخلص حاجتك كلها هنا كونتينر، طبعا احنا عملنا الياهو. بعد ما نعمل الياهو نكتبه في ايبك جيمز. الباسورد بقى ايه؟ بطيخ، بس لازم تحط في الاخر حرف كابيتال وحرف سمول. تمام، لازم تدوس هنا علم على الفا. هيجي لنا رسالة على الايميل. على فكرة مش شرط ياهو، ممكن جيميل، اي حاجة بيوصل على رسائل هيشتغل عادي. الرسالة وصلت، تمام احنا كده عملنا اكونت. حلو اوي الكلام ده. هندخل على الستور، يعني ايا كان الهيئة اللي البرنامج جالك عليها تدخل على الستور هنا وهتلاقي دي. تمام، دي تروح دايس هنا. هتدوس على الكلمة بتاعت، أنا مش فاكر كانت ايه، بس هتدوس عليها اللي كانت على الجنب يعني. بس اكسبت.
هتدوس على بليس اوردر، حلو اوي الكلام ده. كده احنا خلاص، كده احنا خدناه خلاص. هتيجي هنا على الياهو بتاعك، هتعمل ريفرش، هيجيلك عليه هنا كده رسالة. بس هتاخد وقت لحد ما تيجي الرسالة. الرسالة بتطول، تمام؟ يعني الرسالة ممكن تاخد لها فترة لحد، لا هي جت اهي، بس هتاخد لها بتاع 10 دقايق ولا حاجة. هتجيلك الرسالة، هتدوس على الريدين ناو. اوكي، هو هيفتح الديسكورد بتاعي، بس استنى لحظة هقفل الديسكورد. هتدخل الديسكورد بتاعك هنا، هتكتب الايميل والباسورد. بس في الحالة ديت انا محتاج اعمل كرييت اكونت ديسكورد جديد، يعني اكونت ديسكورد جديد. كده احنا عملنا ديسكورد جديد. طب يا رب ينفع. اه نفع، بس تمام. هنا الباسورد بتاع الاكونت بتاعك. ايه احنا مفكرة خلصنا؟ تمام. هو بعت رسالة تانية على الايميل، محتاج ان احنا ندخل على الايميل. كده الديسكورد اشتغل. انا مش عايز اه خلاص كده اشتغل تمام. مش عارف ايه ده كله. خلاص يا عم، نعمل كرييت اي سيرفر دلوقتي. كيو سيرفر، ماشي. نكتب اي رسالة بس عشان نشوف الاسم. طب ايه المرحلة اللي بعد كده؟ ان بعد ما عملنا الديسكورد هندخل على الرسالة اللي جت لنا في الاول خالص، اللي هي دي. هتدوس عليها. ده بعد ما عملنا الديسكورد، بعد ما عملنا الياهو. الكلام ده كله جديد، انا بادئ معاكو. لو انت ما تعرفش حاجة خالص، انا بادئ معاك من الصفر. دوس نيكست. ايوه هتدوس هنا يا عم. طب ما اه صح، هتدوس على دي. تمام. اتاتش ا بيمنت ميثود تو كونتينيو. هتدوس اد ا نيو بيمنت ميثود. تمام. اختار كريدت كارد. في موضوع الكريدت كارد ده انا هنزل لكم على الجنب في اي حته هنا كريدت كارد كتير.
يعني، او ممكن اكتب لكم هنا دلوقتي. تمام، حط الكارت هنا، رقم الكارت حطه هنا، وهنا تاريخ الانتهاء اللي هو 23/6/6/3. هنا كده يا جدعان الكود ايه الرقم السري اهو 7/9. هنا هتكتب اسمك، نكتب يو ايا كان، اكتب اسمك. تمام، هتدخل هنا الكونتر ايجي، هنا انت ممكن تكتب العنوان بتاعك عادي، وممكن تشغل دماغك تكتب ايجيبت برضه، كايرو بانها تاني، هذه المشكلة. هنا بقى تكتب 4 أصفار. كده كده جي جي في يا عم، خلاص كده جي جي. وانت بقى معاك 3 شهور نيترو ببلاش. كانت انا عامل الديسكورد هنا، ايوه انا لما اجي ادوس على الاسم اهو كده. انت بقى ممكن تعمل ايموشن اللي هي الغالية ديت، لا بتاعت الناس الأغنياء اللي كانوا، انت فاهم؟ بس مش عارف يا فين، مش عايز تتصور ليه. كان بيبقى فيه جا اف من الناس الأغنياء، بس مش عارف يعني، بس هو غالبا كل حاجة اتفتحت لك يعني، حتى انت ممكن تحط صورة متحركة عادي. بس المشكلة دي جاي اف، صورة متحركة من بتاعة الناس الغنية بقى وكده، انت لازم انت تعيش عيشة الأغنية، خلاص انت بقيت غني. عم لحظة ننزل الصورة، الصورة دي حاسس ان هي يعني حلوة شوية. تيجي هنا بقى عم الغني، هتدوس على دي وانت تغير صورتك يعني، ابلود افاتار سيف تشينجز. بس انت صورتك بقت متحركة خلاص. جي 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 جي. ولا افترض ان انت واقف معاك حاجة او انت عثرت في مشكلة، ممكن انت تكتب كومنت على اليوتيوب، او ان انت تكلمنا على الديسكورد. انا هحط لك الاسم بتاعي، تبعت لي اضافة وانا بعت الفيديو اللي انا هنشره ده. اي اضافة هتجيلي من اي حد اقبلها. يلا سلام.